السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن نفذت هجوما مزدوجا على السفن الأمريكية والبريطانية في 24 ساعة الماضية. التفاصيل نشرت بالكامل من قبل وكالة رويترز، بالإضافة إلى بيان صادر من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، بالإضافة أيضا إلى المزيد من التفاصيل قادمة من هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية التي أكدت بأن هذا الهجوم هو جاء باتجاه ميناء الحديدة على مسافة 57 ميلا تقريبا، وبأن هذا الهجوم هو طال هاتين السفينتين. السفينة الأولى هي السفينة الأمريكية وهي سفينة ستار ناسيا، وكذلك السفينة البريطانية مورنينغ تايد. السفينة الأمريكية كانت متجهة من جمهورية مصر العربية إلى الهند، أما السفينة البريطانية أيضا كانت قادمة من مصر إلى الصين. ويبدو بأن هنالك فعلا شيء حدث مع هذه السفينة الأمريكية أثناء تحركها في البحر الأحمر، بحسب تسجيلات مهمة للغاية لطبيعة تحرك هذه السفينة هنا في هذه المنطقة، متطابقة تماما مع ما جاء مع هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية. والسفينة البريطانية أيضا مورنينغ تايد قد توقفت هنا تقريبا بهذا الاتجاه بحسب المارين ترافيك. والذي جرى هنا بأن هذه السفن ببساطة، وهذه التفاصيل تعني بأن السفن كانت متحركة عبر البحر الأحمر إلى مضيق باب المندب لتصل إلى خليج عدن ولتكمل سيرها ومسيرتها مباشرة ورحلتها إلى الهند أو حتى إلى الصين. بالنسبة للسفينة الأمريكية والسفينة البريطانية، بحسب هذه التفاصيل وصلت هنا قبالة ميناء الحديدة وطبعا الجانب الحوثي. والبيان الصادر من جماعة الحوثي أكد بأن كان هنالك استخداما من الصواريخ البحرية المضادة للسفن، وبأن كانت هنالك استهدافات دقيقة ومباشرة للسفينة الأمريكية والسفينة البريطانية. ما هو مثير أن الجانب الأمريكي أو الجانب البريطاني لم يشر للسفينة الأمريكية بأي شكل من الأشكال، ولكن هنالك توافقا حول ما جرى للسفينة البريطانية وبأن فعلا كان هنالك هجوما على هذه السفينة. لكن هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية قالت بأن كان هنالك زورقا قريبا من هذه السفينة البريطانية، وبأن ما استخدم هو عبارة عن قذيفة صاروخية، وهذا ما جعل أوسن ديفندر أن تتحدث بأن هذا الهجوم ممكن أن يكون انطلق من قذيفة صاروخية من هذا الزورق ليضرب هذه السفينة بشكل مباشر. أي بمعنى آخر بأن لم يكن هنالك استخداما لأي صاروخ مضاد للسفن بأي شكل من الأشكال، وهذا يعني اختلافا واضحا في طبيعة هذه الهجمات. بحسب الأوسن ديفندر هنا تحدث بأن من الممكن أن يكون هنالك استخداما للآر بي جي عند استهداف هذه السفينة. هذه مسألة مثيرة للغاية، لأن جماعة الحوثي الذي تقوم به في طبيعة الحال بأنها تستغل هذه الزوارق الصغيرة في عملية التجسس على السفن، لأن أغلب هذه السفن بالإضافة للحماية التي تتحصل عليها من حلف حارس الازدهار في هذه المنطقة، فإنها تقوم بإغلاق الأجهزة الرادارية الخاصة بها، وبالتالي تختفي هذه السفن بالكامل عن جماعة الحوثي لتقليل فرص أن تتمكن جماعة الحوثي من ضبط هذه السفن واستهدافها. وبالتالي جماعة الحوثي تستخدم مثل هذه الزوارق، وكذلك تستخدم الطائرات المسيرة في محاولة رصد هذه التحركات للسفن التي تختفي من الرادارات. الآن ما يتم الحديث عنه بحسب الأوسن ديفندر كما تحدثنا وهيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية أن كان هنالك هجوما منطلقا من هذا الزورق، أي أن هذا لا يعطي فرصة للرادارات لكي تعرف كيف جاء هذا الهجوم بهذا الشكل المباشر، وهذا يعني تنويعا واضحا في طبيعة الهجمات الخاصة بجماعة الحوثي، أي أنها لم تعد تستخدم فقط على سبيل المثال الطائرات المسيرة أو صواريخ الكروز أو الصواريخ البالستية المضادة للسفن، لا أبدا، بل أن هنالك تحولا جديدا هنا. وما قد يشير إلى هذا التحول هو أيضا تفاصيل نشرت من قبل القيادة المركزية الأمريكية اليوم عن عملية نفذتها باتجاه الأراضي اليمنية بالطائرات الحربية الخاصة بها الأمريكية طبعا، وبأنها استهدفت زورقين مفخخة كانت مجهزة للانطلاق مباشرة على خطوط الشحن في البحر الأحمر، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها في تمام الساعة 3:30 من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء. لم يتحدثوا عن النقطة وأين قاموا باستهدافها، ولكنهم أكدوا بأنهم استهدفوها بذلك الوقت تحديدا. والمثير أن بذلك الوقت تحديدا في الساعة 3:27 بالضبط من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء، كان هنالك أحد المراسلين أو الصحفيين اليمنيين المعروفين تحدث عن أن هنالك استهدافا
يأتي باتجاه متنزه أرض الأحلام. خلف هذا المتنزه كانت هنالك ضربة قد جاءت وتحديدا في الحديدة، وفعلا إن هذه الضربة ونشر هذه الصورة لتوضح هذه الضربة بهذا الشكل، وهذا يوضح بأن هذا هو المتنزه الذي يتحدث عنه، وبأن الضربة كانت خلف هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي الأوقات الوقت الذي تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية وهذا الصحفي متطابقة تماما مع نشر هذه الصورة. إذا ما حاولنا أن نستفد مما هو موجود من هذه الصورة لنعرف أين كانت هذه النقطة فعلا، ستلاحظ بأننا أمام تقاطع واضح هنا لهذه أو لهذا الطريق، وستلاحظ أن هذا الطريق هو عبارة عن ذهاب وإياب، واضح هنا ذهاب وإياب أيضا، وستلاحظ أن هنالك أيضا شكل مميز ممكن أن يكون مفيدا لنا في تحديد هذه المنطقة. هنا نلاحظ بأن هنالك مجسما بهذه المنطقة، وأيضا نلاحظ لوحة إعلان واضحة، وهنا شكل هندسي مميز للغاية، وبالتالي بشكل عام المصور يصور بهذا الشكل المباشر على هذه المنطقة تقريبا من هذه النقطة على طبيعة أو نقطة الانفجار. وكذلك نلاحظ أن هذا المجسم يأتي تقريبا بشكل مستقيم مع لوحة الإعلان، ولكن أيضا بهذا الاتجاه، أي بمعنى أن اتجاه الانفجار بهذه المنطقة، أي أن العلامات التي أشرنا لها إلى الشمال والنظر إلى الأمام لكي نحاول أن نقترب من طبيعة النقطة التي استهدفت لنتجه إلى القمر الصناعي، والحديث هنا عن منطقة الكثيب الموجودة في الحديدة في متنزه أرض الأحلام. وإذا ما اتجهنا إلى هذا المتنزه فهذا هو المتنزه الذي ذكر، والتقاطع الوحيد المتطابق مع ما رأيناه هو هذا التقاطع تحديدا، وبالتالي بصورة تقريبية إذا ما حاولنا أن نتأكد من طبيعة هذا الاستهداف الأمريكي الواضح فإننا سنكون أمام هذا التقاطع كما تحدثنا، ذهاب وإياب، هنا ذهاب وإياب واضح، وتقريبا نفس العلامات التي رأيناها مع هذا المجسم. هذه هي لوحة الإعلان، وهذا هو كذلك الجسد أو التصميم الهندسي الواضح، وبالتالي نحن أمام تقريبا نفس الاتجاه هنا، وبهذا الاتجاه واضح بالنسبة لنا أيضا هذا الجسد، وبالتالي يبدو بأن النقطة التي استهدفت هنا مكان المصور كان تقريبا أيضا يأتي هنا لي يوضح، بما أننا خلف هذا المتنزه جاءت هذه الضربة، يوضح أن النقطة التي استهدفت تقريبا هنا في هذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذه المنطقة لكي نتأكد ونرى، والحديث عن زوارق مفخخة كانت تعد للاستهداف، يبدو أن هذه الزوارق كانت أساسا موجودة هنا كما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية، وكانت هنالك أيضا لقطات أخرى لطبيعة المزيد من الضربات التي جاءت في هذه المنطقة بهذا وبهذه النقطة تحديدا، هذه النقطة التي أشرنا لها، ويبدو أن هذه المنطقة كلها تعرضت إلى ضربات طبعا. وهذه الصورة وهذا التصوير يأتي من زاوية مختلفة نشرتها طبعا قناة المسيرة المعروفة في الداخل اليمني، وكانت هذه هي لقطة الانفجار والضربة التي نشرت أيضا تقريبا في الساعة 5:30، أي أن الأوقات متقاربة حتى لحظة نشرها، يبدو بأننا نتحدث عن نفس الحادثة بالضبط من مساء يوم أمس. وبالتالي نلاحظ هنا إذا ما اتجهنا إلى هذه الصورة سنلاحظ بعض العلامات المهمة التي ممكن أيضا أن نستفد منها، مجموعة من الأشجار، مسافة ومسافة، وهذا هو عمود الإضاءة، وهنا أيضا مجموعة من الأشجار، ونلاحظ بأن هنالك سياج وسياج آخر ومسافة بين السياجين، ونفس التصميم الهندسي الذي تحدثنا عنه هنا وهنا، وبمسافة تبدو لا بأس بها نرى بأن هنالك مبنى فيه مدخل للسطح مرتفع، والانفجار جاء تقريبا هنا. عندما نتأكد من هذه الصورة فعلا أن الانفجار جاء بهذه النقطة لنتجه إلى القمر الصناعي بسرعة لكي نتأكد هل نحن نتحدث عن نفس المنطقة أو نقطة قريبة منها، بالتالي هذه الصورة لنأخذ صورة أوضح بالقمر الصناعي، وسنجد أنفسنا أمام نفس العلامات، الأشجار، مسافة ومسافة، وهذا هو العمود الإضاءة من خلال الظل نلاحظه، وهنا طبعا مجموعة الأشجار أيضا نفس العلامات تقريبا، المسافة بين السياجين، وهذا هو الشكل الهندسي، وتبدو بهذا الاتجاه المبنى الذي تحدثنا عنه، والمبنى المتطابق مع ما رأيناه من ناحية مدخل السطح الذي تحدثنا عنه يأتي بالنقطة التي أشرنا لها قبل قليل، أي أن التصوير قادم كان من هذه النقطة، وهذا هو المبنى الذي يبدو متطابقا من ناحية مدخل السطح. وبالتالي هذا يعني ببساطة عندما ننظر بهذا الشكل لنأخذ صورة أوضح الآن، وسنلاحظ بأن الاستهداف تقريبا
يوضح لنا بأن الاستهداف تقريبا يأتي بهذه النقطة، وهذه هي نفس النقطة بالضبط التي كانت ملاحظة من طبيعة الانفجار الأول الذي نشرت من الصحفي اليمنية المتواجد في تلك المنطقة. وهذا يعني بأن هذه الزوارق كانت معدة هنا وتم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وواضح. وهذه طبعا توضح بأن هنالك تطورا كبيرا لدى جماعة الحوثي وتنويعا في هذه الهجمات، وجماعة الحوثي لم تتوقف من طبيعة هجماتها لا أبدا، بل إن اليوم أيضا هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية أكدت أن هنالك استهدافا جاء هذه المرة باتجاه خليج عدن هنا في هذه النقطة، والتانكر تراكرز تحدثت بأنهم يعتقدون بأن هذه السفينة التي استهدفت كانت تحمل الفحم الأمريكي وهي متوجهة كانت إلى الهند، يعني بأن هنالك احتمالا كبيرا بأن هذه السفينة أمريكية تابعة لشركة أمريكية وقد استهدفت. لازلنا بانتظار المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الاستهداف، وجماعة الحوثي لا تعرف طريقا أبدا للتوقف بأي شكل من الأشكال، وهذا هو الذي دفع الآن أن تكون هنالك مهمة دفاعية جديدة تأتي لإسناد مهمة حارس الازدهار أو حلف حارس الازدهار الذي تشكل ضد جماعة الحوثي. ومن يقود هذا الحلف أو هذه المهمة الجديدة هي إيطاليا، صدق أو لا تصدق. التفاصيل نشرت من الأوساط الإيطالية، المجلات الإيطالية، الصحف الإيطالية، وحتى غريك سيتي تايمز تحدثت عن نفس المسألة وأطلقوا على هذه المهمة، هي أسبيتيز باليونانية تعني الدروع، وهذه مهمة جديدة للغاية تشارك فيها 7 دول أوروبية، ومن ضمن هذه الدول الأوروبية طبعا هي إيطاليا واليونان وفرنسا، وتأتي بقيادة مباشرة من أدميرال إيطالي، لم يسموا هذا الأدميرال حتى هذه اللحظة ولكنها قيادة إيطالية مباشرة، وسيقومون بإشراك فرقاطة إيطالية، هذه الفرقاطة التي ترونها، وكذلك أيضا مدمرة إيطالية أخرى أيضا ستتجه إلى خليج عدن بحسب ما تحدثت عنه أوسنت ديفندر إيطالي، وكذلك سترسل إيطاليا بعض الطائرات التجسسية الموجودة في هذه المنطقة. وبالتالي هذا الحلف أو هذه المهمة التي ستنطلق في حقيقة الأمر بحسب هذا الإعلان في شهر فبراير، في 19 من فبراير تحديدا، واضح بأن التركيز على خليج عدن بأنهم سينتشرون هنا، وذلك لأن حلف حارس الازدهار منتشر هنا في هذه المنطقة في البحر الأحمر بشكل كبير، محاولة لتعزيز الفرقاطات والمدمرات والقدرات العسكرية في محاولة للتصدي لجماعة الحوثي والهجمات الناجحة رغم كل الضربات التي وجهت على جماعة الحوثي، إلا أن جماعة الحوثي قادرة تماما على تحقيق هجمات دقيقة ليس فقط في خليج عدن وبسبب المدمرة أو السفينة الإيرانية وهي سفينة بهشاد المتهمة بإعطاء الكثير من المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي لتحقيق الاستهدافات على السفن في خليج عدن، لا أبدا، بل إن جماعة الحوثي اليوم أثبتت بأنها قادرة على تحقيق أيضا استهدافات دقيقة في البحر الأحمر، كما نتحدث عن السفيرة البريطانية والسفينة الأمريكية من بيانات واضحة عن هذه الاستهدافات. بالتالي هنالك عمل كبير، حلف أكبر، ومحاولة للضغط بشكل أكبر على جماعة الحوثي لتأمين هذه المنطقة، ولكن ليس واضحا كيف من الممكن للحلف وللمهمة الجديدة أن تنجح حتى هذه اللحظة في ظل تنويع الاستهدافات بالطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق المفخخة، وكذلك مساندة إيران العالية لجماعة الحوثي. والواضح أن جماعة الحوثي ليس لديها تباطؤ في هذه الاستهدافات نهائيا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية تحديدا تتعرض إلى الكثير من الانتقادات بسبب ما نشر مؤخرا من قبل والتصريحات التي صدرت مؤخرا من البنتاغون. البنتاغون صرح ببساطة بأن الهجمات والحملة التي يقومون الآن بخوضها في العراق وفي سوريا لن تكون حملة طويلة، في الضربات التي توجه على الفصائل المسلحة المقربة من إيران في البلدين، بالإضافة إلى ذلك إلى أن البوليتيكو أيضا ذكرت بأن إدارة بايدن لن تقوم بتوجيه أي ضربة على العمق الإيراني. وبالتالي توضح هذه الإدارة بشكل آخر بأن الانتقام للجنود الأمريكيين 3 الذين قتلوا بطائرة مسيرة مفخخة بفعل هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران ستنتهي بضربات رمزية في نهاية المطاف، إن كانت في العراق أو إن كانت في سوريا، ولن يكون هنالك شخصيات كبرى تستهدف من قبل هذه الإدارة الأمريكية بحسب هذه المصادر. وهذا ما جعل طبعا الصحف الإيرانية مثل كيهان الإيرانية أن تتحدث ببساطة بأنها قادرة على تدمير جميع القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط
ب10% من خزين الصواريخ الذي تمتلكه، تحدثت بأنها تمتلك نصف 500,000 في حقيقة الأمر من الصواريخ. 10% أي 50,000 من هذه الصواريخ كافية لتدمير جميع القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط إن ما تم الاعتداء أو الهجوم على إيران، بحسب التصريحات اليمنية أو بحسب التصريحات الإيرانية عفوا. وبالتالي هنالك تطورات كبيرة وهائلة للغاية تجري في المنطقة، هي لا تعرف طريقا للانتهاء أو للتخفيض، بل يبدو بأن التصعيد مستمر ولا توقف لهذا التصعيد نهائيا.